هل يجوز حلف يمين الجنسية للولاء للملك في المملكة المتحدة؟ ليست هذه بيعة؟ هل يكون هذا يعني ردة؟ بعض ضعاف الهند والشرق يحرمون هذا. يا ولدي هذا يعني اليمين محمول على أنه بما لا يعارض الخصوصيات الدينية والعقدية التي يحملها الطالب التجنس، ودساتير وهذه البلاد وقوانينها تكفل احترام هذه الخصوصية. يعني أنا أقسم على على عقد أمان، الجنسية عقد أمان مع الدولة مانحة يعني التجنس بما لا يعارض الخصوصية الدينية التي تعتقدها وتدين بها والتي تقرها وتحترمها دساتير وقوانين هذه المجتمعات، بارك الله فيك. ويعني مشايخنا وأحبابنا في الهند لهم اجتهادهم، يعني يسلم لهم، بارك الله فيك.